دعم للجيش العربي السوري، لان ارجي العالم انه نحن صف واحد مع الشعب مع الجيش العربي السوري وايد وحده لحتى ندحر الارهاب. جايين حمله تبرعات بالدم لنتبرع الدم للجيش السوري يعني بقدر الامكان، ونحن اجينا نسبه قليله بالنسبه لطلابنا بالمدرسه الثانويه المهنيه، ونحن بدنا نوقف مع الجيش السوري ايد بايد ونعطيه اكبر كميه من عنا من الدم. هي دافع لان نحن الشباب طلاب المدارس طلاب الورقة والقلم نوقف صف لصف مع أبطال جيشنا العربي السوري، لنمد إيد المساعدة لألهم بكوننا لحنا من شارك ببناء هذا الوطن المعطاء. صورة جديدة جسدت أمال الشباب وطموحاتهم في تفعيل دورهم ليكونوا وقود الحياة لأبطال عاهدوا على صونها على هذه الأرض.